موضوع فقرتنا ليه لازم نكتب أهدافنا ونحددها؟ ما نعيش اليوم بيوم يعني ليه بيقولك أنه من الصحي أن يكون ليكي أهداف محددة؟ من أكتر الحاجات اللي بتخلينا أصلاً يعني عارفين إحنا ورانا إيه أو أنا هدفي إيه إن أنا أبقى كاتباه وشايفة قدام عيني. لو أنا مش كاتباه وما عنديش هدف أصلاً من الأساس هلاقي إن للأسف عمري بيضيع والعمر مش بعزقة، فأنا بحتاج إن أنا أبقى محددة إيه هو هدفي وأبدأ أخد خطوات اتجاهه. فلو مش قدامي وانا مش محدداه غصب عني هلاقي نفسي جزء من اهداف الناس اللي حواليا. ايوه، ولكن في مشكله بتواجه ناس كتير انهم ما بيكونوش عارفين يحددوا ايه هدفهم للأسف. هو مش عارف يمسك الهدف اللي هو حاسس انه عايش كده بشكل عشوائي ومش عارف هدفه ايه، يعمل ايه؟ بقابل ده كتير جدا ان انا مش عارف اصلا هدفي ايه، لان انتوا بتتكلموا يا جماعه على اهداف وبتاع وكده، بس انا مش عارف اصلا انا هدفي ايه احدده ازاي. بحتاج اكتر حاجه ان انا اجرب حاجات كتير، اعرف انا بحب ايه وما بحبش ايه. احنا من كتر احنا بنجري ما بنعرفش احنا بنحب ايه وما بنحبش ايه. صحيح. من كتر ما احنا متعودين على روتين معين، مثلا بقالي كتير ما جربتش حاجه جديده. لما اجي اسال الناس انت امتى اخر مره جربت حاجه جديده، فيكتشف ايه ده انا بقالي كتير قوي ما جربتش حاجه جديده. لما هجرب حاجه جديده هلاقي انا ايه ده، انا حبيتها او ما حبيتهاش. لو لقيت ان انا حبيتها هكمل فيها، لقيت نفسي ما حبيتهاش ما جلدتش نفسي عليها. ليه؟ لان انا لو جلدت نفسي عليها اوقات الناس بتبقى بدات حاجه وتضطر ان هي تفضل تكمل فيها لمجرد ان انا ابتديت خلاص بديت مش هرجع لها. مش هرجع بس فيه. خلي بالك بيزعلوا انهم ضيعوا وقت. شايف ما انا ضيعت وقت ومجهود، معقول هرجع لورا؟ السؤال ده اللي عايز اساله استاذه ايه. بالنسبه للناس اللي اوريدي عملوا بلان وخططوا لشغل سنه يعملوا كل حاجه في سنه، بعد مرور نص السنه ما عملوش، فجاه اكتشفوا انهم ما حققوش حاجه. صح. يعملوا ايه يا استاذه ايه؟ هو لقى ان هو ما حققش حاجه عشان هو ما عملش مجهود. ازاي يجدد الشغف؟ بالظبط كده. هو ممكن جدا اكون انا اصلا حطيت خطه كبيره قوي في الاول، وانا عايز مثلا في بدايه السنه احسن علاقتي مع ربنا، احسن علاقتي مع اهلي، اعمل حاجات، كل الحاجات دي كويسه جدا، بس هي حاجات كبيره قوي ومش محدده. انا بحتاج ان انا ابقى عندي هدف محدد وافكر نفسي بيه. انا اوقات بفقد الشغف ان انا نسيت اصلا انا بادئ ليه. قصدك ان تعدد الاهداف غلط بيشتت؟ مش تعدد الاهداف على قد ما هو هدف كبير. انا بحتاج ان انا حطيت هدف كبير. طب ما انا هعرف ازاي ان الهدف كبير او صغير؟ يعني ان انا اقوي علاقتي بربنا، ازاي اعرف ان ده هدف كبير؟ ده هدف كبير. انا بحتاج، طب انا هقوي علاقتي بربنا في ايه بالظبط؟ مثلا انتظم في الصلاه مثلا. حلو قوي. الصلاه بس كده انا ابتديت اصغر. بالظبط، انا كده ابتديت اصغر الهدف في الصلاه. طب لا والله عايزه اصوم اكتر، ده كده ابتديت اصغر الهدف. فانا بحتاج ان انا مش احط هدف كبير عايم، لا انا بحتاج احط هدف بيسموه انواع الهدف اللي هو السمارت. يعني ايه سمارت؟ يعني يبقى بالظبط كده، يبقى سبيسيفيك، يعني محدد، ابقى محدده ايه بالظبط. زي مثلا الصلاه، يبقى ام يعني ميجربل، اقدر اقيسه. طب انا هقيسه زي مثلا انا صليت الصلوات كلها زي ما حضرتك قلت، انتظمت على الصلوات كلها. ايه اللي هو اشيب بالحاجة اقدر احققها؟ اوصل كتير قوي بنحط للاسف اهداف كبيره قوي انا مش هقدر احققها. اللي انا عايز